الظالم والبشر تحسب لك حساب يا عابر. الناس عم تحسب لك الحين يا عابر. ايش خليت تخربين مزاجنا انا وعابر الحين؟ ها ليش ليش احنا الحين مبسوطين مره؟ والله عابر انه كفو كفو عابر كفو يا روحي. عم تسحف عليك يا عابر. لا حبيبتي ليش اسحف عليه عابر؟ الحين حدخل احط جنباني اتبعني. سمعتيها يا عابر؟ شامبوني. بتقول راح ادخل الحين بحط شامبوني يسوي لي متابعه؟ يا ويلي هذا اللي كان ناقصنا. لا والله. شفتي يا عابر عم تسحف عيني عينك؟ شو هالزحف؟ شو دام عابر؟ بعضهم صاروا زلم من عقب ترفايتنا. عابر بيقول انقلع. ادعس 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 عليك يا عابر. ثلاثة مين؟ عابر والله؟ يلا رجعت لكم بعد غياب الاسد متهم مو خلاص يا عابر.